رينكون رينكون ولمسه الى كابوتو، كابوتو لف على نفسه، كابوتو يا عيني يا كابوتو، لعيب 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 يا كابوتو، بعد ما حرم سامبادوريا من هدفين يسجل الاجمل الان، يسجل الاجمل كابوتو ويسعد جامبولو، يسعد جماهير نادي سامبادوريا اللي حضرت من جانب ولتقف خلف فريقها سعيده بهذا. حاول ليلاس الكره العرضيه الان من ميغيل والتعادل، التعادل ياتي، عاد هيري، عاد توماس هيري لنادي إيلاس فيرونا، إيلاس فيرونا لم ينتظر طويلا، عاد مرة أخرى إلى المباراة ليسعد هذا المدرج، يسعد هذا المدرج في شوط المباراة الأول ويسعد الماري. نقلة خطيرة، هذا الثاني، هذا الثاني أوتيرو والمتابعة والثاني، نعم فعلوها، فعلوها وقلبوا الطاولة، قلبوا الطاولة ويحرمون سامبادوريا حتى من الخروج بالتعادل في شوط المباراة الأول. هذا هو إيلاس فيرونا اللي الكل اتفق وتعاهدوا على العودة إلى الطريق الصحيح. النجم الاسكتلندي هو من يسجل الآن، دويك، دويك الشاب الصغير، دويك القادم من نادي هيبرنيان.